كتير بتاع رادس، هو هيبقى شبيه بالتتش، وكمان ما فيهوش تراك، فبالتالي الجمهور المدرجات تحس ان هي فوق دماغ اللعيبه. فالملاعب اللي ما فيهاش تراك الجمهور على طول على حافه خط التماس، بتبقى الجماهير تاثيرها في الملعب وشك في ودنك، تاثيرها في الملعب قريب جدا، شبيهه بعض الملاعب الانجليزيه على هذا النسق. لكن من خلال او من حيث ارضيه الملعب، اطمأنوا على ارضيه ملعب جيده جدا، وان شاء الله تعالى الاهلي، لانه الاهلي كان له صولات وجولات في سوسه ايضا يا باشمهندس. يعني اذا كان الاهلي، احنا قلنا قبل كده لو تفتكروا من حلقتين انه عشب رادس اهلاوي، لا كمان اجواء سوسه اهلاويه. يعني احنا التاريخ حلو انك تعتبر منه، لكن احنا بنبص دايما ان المباراه لحظتها. ربنا يجنبنا المفاجآت ونقدر نؤدي بهذا الاحترام تاني، الاحترام اللي يخلينا نرجع واحنا معانا العالم كله بيقول شوفوا الاهلي بيعمل ايه. الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيعمل شوبينج. يعني النهارده عشان يكسر حده الملل بعد التمرين، اخذ اللعيبه كابتن حسام واداهم جوله في الاسواق، وجوله حره تماما، اللي راح البحر واللي نزل يشتري حاجه واللي راح يلف في تونس، بحيث يخرج اللعيبه زي ما انت قلت يمكن من شويه، انه طول المده هتديهم ملل، هتدي بعض الملل، فبالتالي لازم الجهاز يحاول يكسر حاله الملل. انت في معسكر مستمر من يوم ما وصلت، وهتنتهي باذن الله من مباراه الحد. تونس جميله، انت عارف بوسعيد دي، يا سلام. طبعا لما تروح بقى سيدي بوسعيد، عامله سيدي بوسعيد، سيدي بوسعيد، سيدي بوسعيد دي عامله يعني هي توازي خان الخليل عندنا، بس طالعه بقى في الجبل وتبص على وساحليه، وساحليه حلو. يمكن زي ما قلت لحضراتكم، الامور التكتيكيه كلها ماشيه جنبا الى جنب قبل ما الاهلي يسافر ان شاء الله تعالى يوم الخميس. الاهلي هيسافر الخميس لسوسه عشان يدخل بقى في اجواء النجم، لكن كان واضح جدا حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره ورئيس البعثه حاليا، لما رجع المهندس محمود طاهر تم تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ برئاسه البعثه، فالقرار الاداري عند الكابتن سيد، فبقى حريص على انه يحل كل المشاكل. اللي هو شيرين مش معاهم؟ لا، ما سافرش اللي هو شيرين. فبالتالي زي ما انتم شايفين يمكن خدهم لجوله على البحر وجوله في الاسواق، بحيث اللعيبه تبدا تخرج من اجواء التركيز في المباراه، عارف زي ما يكون في بالونه كانت كبيره مليانه بتحاول تفسيها خالص عشان هترجع تعيد شحنها تاني. فكل الشحن الكبير اللي كان صاحب مباراه الترجي لازم تخلص منه نفسيا، لازم تتخلص من كل ده علشان تدخل في اجواء المباراه اللي جايه مع النجم يوم الاحد. ايه اللي حاصل في سوق في تونس واستعدادات الاهلي؟ معنا على الهاتف الزميل او امير هشام في فندق الاقامه موفد قناه الاهلي، هنشوف امير في تقرير شافي وافي ايه اللي حاصل في فندق الاقامه. امير هشام اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن عدلي، تحياتي ليك يا كابتن ابراهيم، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا من خلال تواجد هنا في تونس، النادي الاهلي بيواصل استعداده لمباراه نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي اكيد مباراه هامه وخطوه جديده مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان يواصل هذا المشوار الهام جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم بالتحديد عن الفريق طبعا وكواليسه هنا في تونس. يعني طبعا النهارده كان في مران الصبح بدري، كان طبعا مران مهم جدا، كان في تمام الساعه 9:30 صباحا بتوقيت تونس، 10:30 صباحا بتوقيت مصر. يمكن المران شارك فيه كل لاعبي النادي الاهلي فيما عدا سعد سمير، هنيجي لحاله المصابين. لكن خلينا نتكلم عن المران بشكل تفصيلي الاول. يمكن المران اتقسم الفريق لمجموعتين، كابتن حسام البدري وجهازه المعاون قسموا الفريق لمجموعتين، مجموعه شاركت بصفة كاملة في التدريبات طبعا، وهي المجموعة اللي ما شاركتش في المباراة الأخيرة. في المقابل طبعا اللاعبين اللي شاركوا في المباراة الأخيرة كان ليهم بعض التدريبات الاستشفائية
المهم، خصوصا ان كان في طبعا مجهود بدني كبير جدا خلال مباراه الترجي الاخيره، واللي قدر النادي الاهلي مش بس نتيجه اداء كمان قدم مباراه قويه جدا امام فريق الترجي، وكانت مفتاح الوصول لدور نصف النهائي. لكن بالنسبه للاعبين اللي ما شاركوش في المباراه دي، كان لهم بعض التدريبات التكتيكيه المهمه جدا من كابتن حسام البدري، بعض التدريبات البدنيه القويه، وايضا بعض التدريبات الكره. ومع نهايه المران كان في تقسيمه قويه جدا شارك فيها جميع اللاعبين طبعا اللي هم برده ما شاركوش في المباراة الأخيرة، وظهر معظمهم بشكل جيد جدا، واضح ان هم جاهزين من الناحية البدنية بشكل كبير جدا ان شاء الله لاستكمال هذه البطولة. في المقابل اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراة الأخيرة كان لهم تدريبات استشفائية، وانضم ليهم سعد سمير. سعد سمير شارك في هذه التدريبات الاستشفائية، خصوصا ان احنا عارفين ان سعد عنده إجهاد في العضلة الضمة، وطبعا بيتخلص من هذا الإجهاد تدريجيا ان شاء الله خلال بكرة او بعده بالكثير. سعد ممكن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل جيد جدا مع الفريق عشان يستعد ان شاء الله مع الفريق للمرحله المقبله ودور نصف النهائي، واول مباراه طبعا امام فريق النجم الساحلي في سوسه. ده بالنسبه لسعد سمير. بالنسبه لوليد ازار ووليد سليمان، النهارده شاركوا بشكل طبيعي جدا في التدريبات الاستشفائيه الخاصه باللاعبين طبعا اللي هم كان لهم الجزء الاكبر في مباراه الترجي التونسي، واضح ان هم خلاص جاهزين بنسبه كبيره طبعا للمباريات المقبله، بالتحديد طبعا مباراه النجم الساحلي. بالتالي جميع اللاعبين 25 لاعب متواجد هنا في تونس طبعا، وهم المقيدين في القائمه الافريقيه، كلهم طبعا جاهزين فيما عدا سعد سمير. ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم خلال يومين بالكثير ان شاء الله هيقدر ينتظم في التدريبات الجماعيه مع الفريق. ده بالنسبه لتدريب النهارده وحاله المصابين. النهارده ايضا كان في جوله حره للاعبي النادي الاهلي يا كابتن عدلي وكابتن ابراهيم، خصوصا ان زي ما احنا عارفين النادي الاهلي مواصل هنا في تونس لمده اسبوع او تتخطى خلاص الاسبوع كمان من ساعه وصول النادي الاهلي لتونس. طبعا النادي الاهلي مواصل هنا، فبالتالي الجهاز الفني بقياده كابتن حسام بدري قرر انه يدي طبعا جوله حره للاعبي النادي الاهلي النهارده، وده فعلا حصل بعد وجبه الغداء. اللاعبين راحوا احد الاماكن كده طبعا لكسر حاله الملل، خصوصا في ظل القعده دايما طبعا داخل مقر اقامه النادي الاهلي هنا في تونس. لكن الاحوال كلها بشكل جيد جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، في اصرار وعزيمه كبيره جدا عند اللاعبين ان هم ان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه خلال مباراه تونس هنا، وبالتحديد هتكون في سوسه امام النجم الساحلي، عشان يكون في اريحيه في مباراه العوده امام النجم الساحلي ان شاء الله في الاسكندريه. واللي ان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي يكون موفق خلال هذه المباراه. خليني اقول لك ايضا ان كان من المفترض النهارده يكون في محاضره من كابتن حسام البدري للاعبين، ده لو كانت المباراه هتكون يوم الجمعه او السبت، لكن تم تاجيل هذه المحاضره، وهي كانت هتبقى اولى محاضرات كابتن حسام البدري للاعبين في المباراه الجديده طبعا امام فريق النجم الساحلي. فبالتالي بيتم تجميع طبعا في هذه الاوقات تجميع بعض اللقطات لفريق النجم الساحلي، سواء مباراتين الاخرتين سواء امام فريق اهلي طرابلس الليبي واللي قدر النجم الساحلي يتاهل من خلالهم، وايضا بعض المباريات في الدوري التونسي واللي كان ماشي النجم الساحلي اكيد بشكل جيد جدا في الدوري التونسي. فبالتالي بيتم تجميع هذه الفيديوهات طبعا لعرضها على الكابتن حسام البدري، ومن ثم طبعا عرضها على اللاعبين والوقوف على نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق النجم الساحلي. بالتحديد لاعبي النادي الاهلي مركزين في ان خلاص احنا خلصنا مباراه الترجي، هي مش بطوله، هي مجرد مباراه الاهلي من خلالها تاهل للدور النهائي، الاهم هو المباراه المقبله، الدور المقبل هو دور نصف النهائي، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر من خلاله يتاهل للدور النهائي، وان شاء الله يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا عشان يرجع هذه البطوله دولاب بطولات النادي الاهلي بعد غياب يمكن 4 سنوات. طبعا كل جمهور النادي الاهلي وحشه هذه البطوله. خليني اقول لك ان بكره ان شاء الله هيكون في مران للنادي الاهلي في الملعب الفرعي لاستاد رادس، طبعا الاستاد المفضل خلاص لكل جمهور النادي الاهلي، لكن احنا مش هنلعب على الاستاد نفسه، هيبقى ملعب الفرع الخاص بهذا الاستاد. هيكون المران طبعا بالتحديد في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، 7 مساء بتوقيت القاهره، واكيد هيكون احد التدريبات المهمه. ايضا هيواصل النادي الاهلي تدريباته هنا في العاصمه تونس بكره الثلاث وبعده الاربع، وان شاء الله هيتم التحرك لمدينه سوسه ان شاء الله صباح يوم الخميس عشان يتم الاستعداد بشكل اكبر للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، واللي ان شاء الله خلاص تقرر ليها يوم الاحد القادم في تمام الساعه 6:30 بتوقيت تونس، 7:30 بتوقيت القاهره. واللي اكيد ان شاء الله النادي الاهلي والجهاز الفني وكل اللاعبين في طبعا جديه كبيره جدا على وجوههم، واضحه ان هم يكملوا ان شاء الله هذا المشوار الافريقي، ومن ثم تحقيق هذه البطوله طبعا الغاليه اكيد لكل جمهور النادي الاهلي. لكن عامه الاجواء جيده جدا بالنسبه للاعبين، وكلهم ان شاء الله عندهم عزيمه واصرار ان هم يكملوا مشوارهم في هذه البطوله. يا كابتن عدلي ويا كابتن ابراهيم، لو في اي استفسار انا معاكم، اتفضلوا.
والله يا أمير أنا عايز أشكرك. أنا يا ابني ما أعرفكش قبل كده، لكن أنت مجتهد جدا وبتجاوب على الأسئلة قبل ما نسألها، ما بتسيبش أي تفصيلة. أنا أشكرك على اجتهادك وعلى إنك أنت راجل كل حاجة سلسة عندك ومنظمة، اللي هي أستاذ إبراهيم صحيح صحيح بينطلق كده في سلاسة واسترسال وعنده المعلومات جاهزة، وبنشكرك وكل التوفيق. عايز تقول له حاجة؟ هو هياخد وقت على ما طيب. شكرا أمير هشام على هذا التقرير الوفي، اللي الحقيقة يعني زي ما المهندس عدلي شكره أعفانا الراجل من أي أسئلة، وأعتقد جاوب لحضراتكم عن كل حاجة في أجواء البعثة واللاعبين، وكل لاعب عليه تفصيلة معينة، جاوب أمير على كل هذه المواقف. في الموهبة بتبان كده في حاجات صغيرة. صحيح. لا الولد مسترسل جدا وتلقائي، لكن كل المعلومات مخزنها جميل. ولا بيقرأ ولا بتاع، بس بيجابك على الأسئلة الافتراضية اللي المفروض تسألها. ما شاء الله. فربنا يوفقه بإذن الله. ما شاء الله. بعيدا عن أجواء رادس وبعيدا عن الاستعداد للنجم الساحلي، النادي الأهلي بقى في مشكلة اللائحة الاسترشادية والموقف الانتخابي، تقدم